برضه نطمن على فريق حرس الحدود من خلال مديره الفني الكبير الحقيقه كابتن طارق العشر. ازيك كابتن طارق؟ كابتن اسلام، ازيك؟ اخبار حضرتك ايه؟ الله يخليك، الحمد لله. كابتن فتحي وكابتن حشيش وكابتن اسامه بيسلموا على حضرتك. حياتي الكابتن فتحي، وحشني جدا. كابتن حشيش طبعا وحشني. مش عايز ليبرو يا طارق؟ مش عايز ليبرو. يبقى ليبرو ومساك. كنت براقب لكابتن طارق ماتش قريب يعني، فالعمليه مزنقه والكور، قال لي بقول لك ما تسخن وتيجي. لا هو قادر الكابتن طارق ان شاء الله. مش عايز باك رايت يا كابتن طارق؟ ايوه. ربنا يرجع الاهلي في الاسلام، انت عارف. بصراحه كانت من احلى ايام ثلاث سنين في حرس الحدود. يعني كنت اتشرف بوجود الكابتن طارق العشر كمدير فني الحقيقه، ويعني انا كنت يعني اللي بيني وبين الكابتن طارق اكبر بكتير من ان هو كان مدير فني، ولكن الحقيقه اتعلمت منه كتير جدا في فتره حرس. ساعتها خد ثلاث بطولات في هذه الفتره، وكان حتى الدوري اللي اتلغى يا كابتن طارق لو حضرتك تتذكر، كان الحرس هو اللي ماشي اول الدوري 13 مباراه مكسب. السنه اتلغى الدوري بمباراه الاهلي والمصري. احنا كنا عاملين ريكورد، انت عارف، 13 مباراه. نعم. اتفرجتش عليه انت وهو بيلعب بقى كمان؟ مين؟ اتفرجت على الكابتن طارق وهو بيلعب؟ لقيته في اخر سنين. خلي بالك احنا اسكندرانيه زي بعض. انا عارف. لا كان جامد، لعيب جامد. بالمناسبه ما تقلقش على الكابتن طارق، او ما تقلقش على حرس الحدود طالما فيها الكابتن طارق. هو قادر انه هيعمل مفاجآت في الفتره اللي جايه دي، وهتلاقيه. والاهم من كده، هنا في قناه الاهلي كان معانا سندوتشات البطاطس. كان معانا سندوتشات البطاطس. لا خلاص بقى، يبقى تمام خلاص. يعني خد التطعيم. كابتن طارق، النهارده الحقيقه مباراه انتهت بالتعادل السلبي، ولكن يعني انا متاكد ان حضرتك غير راضي عن النتيجه على الاقل. شوف، مفيش شك طبعا، كنت اتمنى تحقيق الثلاث نقاط. نعم. لكن ما تنساش برضو ان انت متشابك في دوري مجتهد بالنسبه للصراع على عدم الهبوط. نعم. وانت زي ما انت شايف ان كل مدير فني بيحاول بقدر الامكان ان هو يضيف ثلاث نقاط، واول الحفاظ على النقطه اللي هو نازل بيها المباراه، ودي اللغه احنا بنقولها للاعبين. وانت عارف الخطوه ديت مرحله تجميع النقاط مهمه جدا. ماتش النهارده طبعا في الشك بست نقاط. لو انت حققت الفوز، ان انت طبعا هتثبت النجوم وانت ترتقي في البوزيشن. ثلاث نقاط في الشك بيعملوا دفع قويه جدا جدا للفريق. لكن في نفس الوقت ما تنساش الصراع بالنسبه للنجوم، بيحاول بقدر الامكان بيطلع من المنطقه ديت، وانت بحاول بقدر الامكان انك ما تخسرش على الاقل. فالنقطه الوقت الحالي ان تشيل انتصار فالنقطه مهمه. لكن طبعا ما فيش شك الاداء على الفريق خاصة من الناحية الهجومية ما أرضانيش أنا شخصيا، لأن كان في المتناول إنك تستطيع إنك في المباراة. طب هتعمل إيه يا كابتن خلال الفترة اللي جاية من ناحية الأداء من الناحية الهجومية؟ ما فيش شك طبعا، أنت عارف كل عندي ثلاث مباريات كان من النجوم، ثم إنبي ثم الاتحاد. ودول ده كل الفرق ديت تحتية. الاتحاد 25 وإنبي 21. مظبوط. كنا نحط الهجوم برضه 22. المهم ما تتعرفش، ده اهم شيء. الحاجه الثانيه انت بتحاول بقدر الامكان استطعت انك تخطف المباراه. طبعا في الشك ده هدف رئيسي، خاصه المباريات اللي على ملعبك. الفتره اللي جايه لغه حسابات يا اسلام، وانت عارف ان طبعا اي خساره بتاثر من الناحيه المعنويه بشكل كبير جدا على معنويات اللاعبين. وفي الوقت الحالي انت مش مستعد انك تتلقى خساره. عشان كده انت بتلعب على لغه الارقام، مهمه جدا، ثلاث نقاط او النقطه على الاقل. لان انت الدوري ده نقطه ممكن تحدد مصير فريق نازل او هيبقى في الدوري. تمام. ولكن انت بقالك ماتشين او ثلاث ماتشات تقريبا يا كابتن يعني ما بتسجلش اهداف، فده اعتقد ان انت يعني انت مش من نوعيه حتى المدربين اللي انت بتحب تجيب اجوان على طول، يعني دايما حتى لو بتتغلب في مباراه بتخلص المباراه 2-1، دايما بتجيب اهداف. بقالنا او حرس الحدود بقاله ماتشين ثلاثه عنده عقم تهديف، فكيف ستعالج هذا خلال الفتره القادمه؟ يعني او مفيش بالنسبه للعقم، في فقط غير في ماتش المقاصه. نعم. لان انت عارف الماتش اللي قبليه البتروجيت كان 2-2. كان 2-2 مظبوط. لكن في ماتش المقاصه طبعا انت عارف فرقه المقاصه واسلوب الكابتن طلعت والاسلوب بتاعنا حتى
الفرقتين كان بيلعبوا مغلق زي النهارده بالظبط. نعم. كل الفرقتين خايفين، خايف يغلط، خايف ان هو مفيش مجازفه، مفيش فتح خطوط. طبعا نتيجه البوزيشن اللي انت فيه كل واحد بيحاول بقدر الامكان ان هو ما يخطاش، يقفل على المساحات على الفريق عشان كده الفرص قليله جدا النهارده. عشان تحسب الفرص المؤثره ان انت تستطيع انك تخرج بالثلاث نقاط هتلاقي قليله. سنحت لواحد حتى مصطفى جمال في نهايه الشوط الاول كانت ممكن تقدمها. ومثل هذه المباريات بتعتمد على الفرصه الوحيده اللي ممكن تخرج بها المباراه. لو انت ما قدرتش تترجمها سواء من كره ثابته او مرتده او خلق المساحه في الانتشار الهجومي بشكل كويس جدا، اقدر على الاقل اقدر تحافظ على النواحي الدفاعيه بتاعتك انك مرماك ما يجيش بقلبها. اتمنى لك يا رب كل التوفيق يا كابتن خلال الفتره القادمه. اشكرك جدا الكابتن طارق العشري المدير الفني لنادي حرس الحدود. كابتن فتحي عايز برضه اسال حضرتك عن او نروح بقى للمباراه.